بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم بداية معكم الراقي النوراني الزوهري أبو إلياس. كنت سبحان الله كنت مر من هذا الشارع هذا اللي شارع محمد الخامس، فمرت على فتاة وهي تصرع من الجن والناس يتكلمون ويتكلمون أنها عندها لديها مرض الأعصاب أو كذا، فالجن أو الشيطان فإذا دخل الجسد فهو تظهر هذه العلامات وهذه الأعراض كأنها بها 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 مرض بها أعصاب أو صدمة أو نعم ربما عندها صدمة ربما عندها شنو كبر الناس من جنت عرفت أنها كانت يدها مرفوعة وكان يبين العلامات ديال الماسون، هذا الشيطان يدل هذه العلامات تدل على أن هذا الشيطان ماسوني، شيطان ماسوني عاشق شيطان، هذا قرون ديال الشياطين. فسبحان الله باركت على الاصبع ديال الاضافه ديال الاصبع ديال، فقلت له انزل باذن الله عز وجل، فلما ارقيها ولكن تكلمت معه قلت له انزل فنزل الى الرجلين. بالنسبه لهذه الحاله واش اول مره كتعالج هذه الحاله ولا عندكم شي حاله اخرى مشابهه لهذه الحاله هذه؟ اكثر هي نعم هذه دوز بزاف ديال الحالات ديال حالات الناس ساكن عندهم شي ديال السحر وشي ديال العين والحسد والطاقة، خاصة الزوهريين بزاف ديال الرقات ما كيتكلموش على الناس الزوهريين مساكين. دونك هذه السيدة زوهرية ربما تكون عندها طاقة زوهرية، مهما دخل هذه الجنة ومهما دخل هذه الجنة وسكن هذا البدن لابد أن يكون عشق منها شيئا، إما عشق دمها او عشق رحمها او عشق يعني عقلها او قلبها اذا كانت انسانه زوينه، فهذه انسانه تدل يعني بما تبين ان لديها طاقه وتكون قد اصيبت بسحر ما، فعليها فالعلاج سهلا باذن الله عز وجل. يعني بالنسبه لهذه الحاله واش كتكون بالنهار كتكون بالليل واش عندها شي توقيت محدد؟ ربما اذا تعصبت اذا سمعت شي حاجه خايبه ولا تعصبت فيصرعها ذلك الشيطان. واخا دابا ملي كتكون شي حاله مثلا كون استثنائيه كيفاش غادي نتعامل معها؟ ربما دابا انت دزتي على غفله ولقيتي هذه الحاله. اولا بدايه تكون على وضوء، تكون انت طاهر باذن الله عز وجل، فتبرك على هذا الصبع تبرك على هذا الصبع وتضرب الراس وتامره بان ينزل فهو يخاف. فالشيطان ضعيف كما قال الله عز وجل ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ضربها الراس ديالها بشويه بواحد يعني برفق ثم تبرك على الاصبع فهو يحترق ويتعذب بامر الله عز وجل، ثم تنفت عليه تقول مثلا اخرج باذن الله او تسرع باذن الله عز وجل، فهنا يتم العلاج باذن الله، ولكن لم يتم اخراج ذلك الشيطان فهو لا زال يسرعها مره اخرى. ولكن شويه الحمد لله درتي يدك في البهاله. هذه بركه من الله عز وجل وبركه الرقيه وبركه القران الكريم. واخا بالنسبه للحال القران له طاقه باذن الله، والنفس كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا النفس فيه طاقة ويخافه منه الشيطان والجن، حينما تنفت فالشيطان يخر مصروعا ويحترق بإذن الله جل وعلا. واش هذا الشيطان عنده شي اسم أسماء؟ نعم عندهم شي أسماء. الشياطين لهم أسماء كثيرة، ربما يكون شيطان أو إبليس أو عفريت أو طاقة زوهرية، فالإنسان الزوهري مثلا يكون الشياطين خارج البدن وداخل البدن، هناك الشياطين يسرعونها وهم خارج البدن ويخرج من الجسد، وهناك من يسكن في الرحم خاصة النساء يسكنهم الرحيم إذا كان شيطانا عاشقا، والشيطان العاشق إما يدخل عن طريق العين أو الحسد أو الطاقة الزوهرية أو السحر. الله تعالى أن يشفيها وأن يعافيها. اليوم شفنا حضور السيد إسحاق بعدما صفقت من الغيبوبة ديالها، بعدما دات البركة ديالك اليوم تنشوفوها غادي تنقل للمستشفى ربما الصدمه ربما هي تاهي. المستشفى ضروري باذن الله عز وجل لان الشيطان يخنقها خنقا حتى تختلق، يعقد عقدا هنا ويصنع اصهارا وعقدا وطلاسيم وجداول هنا في الصدر ويخرقها ثم يضع قفلا والنجمه السداسيه والخماسيه حتى تختنق هذه الفتاه. الا مثلا كانت عندنا شي حال من هذه الحالات كيفاش غادي نتعامل معها؟ هناك الحمد لله هناك رقات الحمد لله، هناك كلام الله عز وجل. بهذه الحالات الامراض الروحيه لا تتداوى الا بالرقيه الشرعيه، فالطبيب مزيان
ولكن لابد ان تبطل لذلك الشيطان جميع الاسحار والعقد التي والسلاسل والاقفال والجداول التي يصنعها هو. هناك اسلحه يصنعها الشيطان في بدن الجسد، هناك عقد في الارحام يسكنها ويتحصل بها. وشكرا الله عليك وشكرا جزيلا على الانقاذ هذه السيده. اذا مشاهدي الوجهاء كنشكرك بزاف على تدخلك في ساري حقا واللي جا في وقت مناسب. اذا مشاهدي الوجهاء كما نسال الله عز وجل ان يشافي ان يشفيها وان يرحمها. عندك شي موقع؟ عندك شي اذهب الى بيوت الناس. بيوت الناس اخذ الرقم ديالك هنا واخا. شو قول الرقم؟ 06 69 13 09 26 راقي النوراني ابو الياس. تبارك الله عليك تبارك الله عليك وتفرحنا بالدور ديالك كنشكروك. مرحبا ومسيره موفقه في المجال ديالك. بارك الله. اذا المشاهدين الوجهاء كما تكون في عماريه راه كندير التجاره في عماريه للناس بزاف الناس ديال العاطفه. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. بعد اخر كبر سيدي ما شاء الله. تبارك الله. ويجعل كل شيء لله. شكرا جزيلا.